أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's study and memorize Surah At-Tariq, Surah 86, verse 1 to 6. And this is prepared for kids. Don't expect me to be quick. Please follow up the pointer and learn with me. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقَ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. Perfect. Keep practicing, please.